أطالت الآلهة عمرك يا أبي. الآلهة فقط هي من أحزن على فراقها يا ناحور. أرجوك يا أبي، أرجوك ادعو الآلهة أن تطيل عمرك، فلقد فقدت أمي وأخي هاران، ولا أريد أن أعيش وحيدا في هذه الحياة. الشيء الوحيد الذي لم أرى أحدا يفلت منه ولم تنفع فيه الآلهة ولم تشفع فيه الأصنام ولم تسمع فيه التماثيل الدعاء هو الموت. الموت. ويدخل إبراهيم ليوجه النصح لأبيه آزر، يقول له: يا أبتاه، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم نبي الله، قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بل الآلهة أعبد، لا أعبد غيرها ولا حتى رب العالمين. يا أبتاه، مت على حب مردوخ، مت على دينك ودين الآباء والأجداد، فليس لنا حياة إلا حياتنا الأولى، ولا بعث ولا نشور ولا حساب. يقولون إن آزر في سكرات الموت، وإن إبراهيم عليه السلام توجه إليه لينصحه بالتوحيد قبل الموت والشهادة قبل العذاب. إن آزر رجل عنيد، سيموت وفي قلبه حب الآلهة، إلا أن يشاء الله، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. وما ربك بظلام للعبيد، لقد نصحه إبراهيم كثيرا كثيرا، وأراه الله الآيات الكبرى فكذب آزر وعصى. انتظر هنا، فهي لحظات السر بين الأهل والأصدقاء، هي لحظات الموت الأخيرة، قد لا يرغب آزر أن يحضرها غيري مع أبنائه. وظل إبراهيم ينصح آزر، فهو ما زال بارا بوالده حتى آخر لحظات عمره. يا آزر، يا صديق العمر، ألا ترجع؟ ألا تتوب إلى الله؟ ألا تنطق الشهادة بين يدي نبي الله؟ ألا تشعر بالخزي من إنكارك لنبوة ابنك؟ من إنكارك لإله الكون، رب العالمين؟ أين أنت يا حبيبتي؟ يا أم أبنائي، أين أنت؟ يا آزر، أنا في عالم آخر، عالم غريب عجيب. ليتك آمنت برب العالمين يا آزر، إن ابننا على الحق المبين. عد عن كفرك وشركك وسبح بحمد ربك قبل صعود روحك إلى خالقها. ماذا تقولين؟ ماذا تقولين؟ أترك آلهتي وتماثيلي، أترك تراث أجدادي وآبائي؟ لا لا، أشهد أن إلهي معي، إنه الإله الأعظم، ولن أؤمن برب إبراهيم، لن أؤمن برب إبراهيم.
أبتاه، يا أبتاه، في رحاب الآلهة يا أبتاه، في جنة الآلهة يا أبتاه. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا. مولاتي سارة، مالي لا أراك إلا حزينة؟ توضح لها سارة أن الإنسان يحيا ما بين اليأس والرجاء، وأن الله قد جعل لكل شيء قدرا، وإنجابي من إبراهيم هو أمر قدري، لا أملك لنفسي ولا لإبراهيم شيئا، وهو الآن منطلق في الدعوة إلى الله، لا يشغله سوى دعوة العباد لعبادة رب العباد. ولكنه رجل يا مولاتي. تقول سارة، أصبت يا فتاة، هو رجل، رجل يشتاق للولد كما يشتاق كل الرجال. اللهم دبر أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. أريد أن تسحر قلبي ميتاليز ويوحى حتى ينصرف عن دين إبراهيم. عجل بسحرك الشيطاني، هيا. إبراهيم، لقد ذاع صيته ونما دينه وكثر رفاقه. سأسحر كل من يميل قلبه لهذا الدين، سأصيبه برعاش حتى يرجع لديننا نادما مذموما مدحورا. أمه، أغيثيني بالدعاء لله يا أمه، أغيثيني. يوحى، ماذا حدث لك؟